منك اروق الي وإليك. وبعد كده هطلع بقى على منطقه ايه الهلال. الشمس قصده انه جو اسم كتير مميز بصراحه. اختي صار لها اكتر من اسبوع مختفي. كان شغل بالي عليك. وينك لله؟ تخبريني بالشغل يعني شو بدي اعمل؟ الله وكيلك ما عم لحق. ضغط ضغط فرطت. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. لا 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 خليكي مرتاحة. بعتت ابو عبدو جاب لي سندويشة فلافل اكلتها. واللي بعده يا ريت والف صحة وهنا. على قلبك روحي. بيبي عمرين موبايلك ما بتسمعه؟ اه الو الو اهلين استاذ. شو ازعاج ما ازعاج؟ لا بالبيت انا بالبيت. ولا همة. خلص انا بكره ببعث لك اياهم على الشغل. امرك. اهلين استاذ. اهلين. الله معك. الله معك. مع السلامة. الشغل حبيبتي يعني بيعرفوني تعبان وعم يدقوا على البيت. بس يعني كيف تغيرت ملابسك بس رن التليفون؟ اه تعبان والله تعبان. تصبح على خير روحي. شو حياتي؟ رح تنام الموبايل بجيبتك؟ اه لا لا شو بجيبتي هلا بحطه على الكوميدينا. ايه اه دير بالك حدا يسرق لك اياه. ولا ما بدك يعني شوف شو فيه؟ لك لا شو هالحركات معقوله انت يعني؟ الا انه بحياتك ما عملتها. لك روحي انا جايني تليفون الصبح وخايف ما في مشان هيك يعني اكل همه. ايه لا تاكل هم حبيبي. انا بسمع رنته وفقت لحتى ترد. ولا ما بدك يعني شوف مين متصل؟ لك شو مهم متصل لكني ها ها حطيته ها على الكوميدينا قدامك. في مجال نام. تصبح على خير. انت من اهله. منيح مالك مغير كلمة السر. كاني عم بظلمه ولا قصي متبع حركات وخيانة. بشو أعمل؟ مالي مطمنة. لا لا هي صفحتك ما فيها شي. شو هالعنوان الجديد ها؟ هيوا بلشت امسك طرف الخيط.